انزل ابني. طيب معك مجرد يا راجل حيطه راحت المتل تستطيع. 20 لا حول ولا قوة الا بالله. بل 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 ولا ولا شوف اتحداك خلصت الماتيريال. اه والله كانت خلصانة شايف. ده كل دي ماتيريال عنده؟ كيف طيب؟ 170 50 90 لما بتقتل واحد بينزل ماتيريال اكتر. اه اوكي اوكي بس وين العجلة يعني؟ ما لابس عجلة شايف حد واضح ان الشاب كانوا ملقلقين. اوكي لو هلو شباب مبين عندكم اني عامل ريدي. اه ما مو مبين انك عامل ريدي الحين عامل. اوكي هلا اوكي كان في بق. شفت هاي المسج يقول لك انسنت بيك اكس دامج. ما بقول له طلع لي كوشن انه في مشكله بالبيك اكس. قال لك انفستيجيتنج. شو انفستيجيتنج؟ جريمه قتل. ايه سيرفرات يا عم مش فاهم انا فلك. والله اعلم بسبب يمكن ناس سابت فورتنايت صار فتره وفجاه رجعت لها بقوه بسبب الاخوان المسلمين. ايه صار عليه تحميل بزياده يعني. بقول لك بسبب الاخوان المسلمين. هكروا. لكن حتى يا هلا يا هلا باليوروب. يا هلا هلا بالغالي. هو كل شيء بمصر بحطه الاخوان المسلمين. اذا رحت اطلع المصريين وناس من مصر ولا كلهم المشكلة في فورتنايت ولا في الاخوان المسلمين. حتى في الارض يلبسوها الاخوان المسلمين. تحسيس مصر. طب وين في مكان في اكثر مسلمين؟ أكثر منطقة هادية؟ آه أكثر منطقة فيها تشست. أيوة بس مستر شعب مكسر في هذا الكامل. يلا مكسيكو أيوة فعلا هاملت لازم تدخل المبنى هذه هاملت صح فيها بقى
here, but how are you gonna break? نفتحها. لك تضيع نص أطل نص طلقاتك على البيت. سنايبر على هاي التلة بدك 70 خشب عشان تجيبه. راح اشتريه من المشين احسن. المشين تقبلش مصاريك هلا. كيف اشتريه بالمصاريك؟ آه عندك كريدت كارد فيها ماتيريال؟ مش عارف. العن ابو المثل يا زلمه بيحرق حرق هالمثل. طفوه طفوه هالمثل. يا سيدي صحافي ليه عرفيته الواحد تعود رجل ترابس على الفاضي كيف نستخدمه ايش هاد؟ المتل شباب اي شيء فيه اي شيء حديد بيضيع لك هيلث تعال تعال البوس فوق فوق عليها شوف ايش؟ لو وقفت على الحديد بيدمجها بحرق المكوى يا والله عجيبه والله يمكن بسبب البركان اوكي اوكي برضه بق ثاني في اللعبه بتتم متناقه دي شباب في رفت جو ناخذ نروح بارادايس نلوتها كمان والله كويس ان لحقنا جيم قبل الخراب صح يلا يلا شباب رفت جو ليتس جيت انا رفت جو رفت جو واو دايم شو هالرقصة هاي انا لما تقول لصاحبك نزل لي ماتيريال بنزل لك خمسة كيف هنروح له يا شباب احنا تحت نوصل تحت لا 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 في بس طب هذا الاشي اللي هون اللي جوا كيف بدي اجيبه؟ بتجيبه خلصنا بعدين بجيبه يلا روح تعرف نروح على دوني من هذا انا كمان بعد شوي نط كل اللي جمعته كل اللي جمعته معي 60 خشب و30 حجر و30 حديد في فايت في فايت اوه في في خناق جني خش عليها ولا شوف اذا بنيت الناس بناخذ منهم مديريال يلا يلا خشينا عليه في الثاني ماتيريال ماتيريال يا ولد ماتيريال محرومين سايبين سكار بدور على الماتيريال اخيرا تعرف انه هذا الحياه صعبه بدور الماتيريال بعلم قيمه انك توفر اوه لا لا الحين صارت الماتيريالز اغلى من الجولدن ويبن لا نعم العادة هاي شو اللي حامي يعني الصحراء جندي جندي عندي عندي 2 مينيز عشان في بركان اتوقع الحديد صار حامي احلى في بومب هنا شباب في سنايبر صح في سنايبر اذا حد حاول شاء في بومب سنايبر جنبي جندي امسك بس كده فضينا فاردة شو ناخذ كمان رفت نروح مكان ثاني نروح ريتيل ولا اشي اذا في رفت في حد بده شيء ميدكت في ميدكت هنا شباب خلينا احملها انا معي اثنين طب اللانش باد هلا على الفاضي يعني يا ذاك من فاجر
ليش تنشر؟ لا بالغلط احمد جلتش والله مش قصدي اقول لك تو حط سلمين والله شايف التفريط بطران بطران ملك سلمين او شباب هي في واحد تحتنا لحاله او هي ما على الهيل على الهيل على الهيل اصحابه طالعين على الهيل تعالوا شخهم في واحد فوق نزلوا عاد شفت معي سنايفر سد لي واحد وين روحوا هدول؟ استنى طول كمان واحد ولا؟ مثلي أبي موارد صار خلاص موارد حلو والله بدأنا نحوش أتوقع يعني قليلا معايا 300 وود لا هات 600 وود؟ كلب كيف 600؟ عن من يعني طب ليش ضربني انا الوحيد ليش هالعاد الخرا يا زلمة انك حلو نعم انا الوحيد بنضرب شافك حلو قال لك تعال عشان سكنك بيمور أو شافك قال لي يمكن هالمعرق اللي فيهم فخلنا نخلص عليه الأول. وصلت شباب زون. صرفت كل الماتيريال اللي عن أمه. مشكلة بنسى حالي إنه يعني لازم أوفر. امسك برمي لك الستون. امسك أنا برمي لك الحديد بدي شيء بيحرق. أنا رميت لك ستون. يا حبيبي يعني حتى لو واحد بنى ما بنقدر نكسر له إياه. عادي. بالعكس لا اوكي سلاح ثانك يو عادي مش راح نطلع شو هاللعب المخز حتى بطلت اعرف احكي بمتفشي شفاحة ادم شفاحة ادم شت لما ما يكون عندك عن ابو اللقافي انا بكسر وانت جيب تاخذ وروسه هات ولا هات ايش اذا كلهم خشبتين اعطي المنيل هاي راح اي مني بدك منيل تعال رميت لك تعال شرمي يا زلمه بمزح معك تعال انا عندي باندجز ترتاح منهم ولا تحمل عند الجيت؟ اعطيني مني باصك مني بس والله البركينو هي عمل فيو للماب يعني صراحه صح تغيير جو؟ كانوا بيقولوا هيغيروا الماب كل كامله يعني طلع الكلام بس شالوا ليزي يعني ليش شالوا ليزي انا مش فاهم ليزي مخيس حطوا ليزي جديده يعني حطوا ليزي لجوم لا ليزي العادي احنا هو قبل ليزي شو كان فاضي المكان صح؟ كيف؟ زمان والله ما كنت ذاكر. كان فيها ضغط. الشيء الوحيد اللي مشتاق له هاي رستي اللي كانت مكان اللي كانت مكان هون ثاني سيتم. كان فيها سينما؟ ايوه السينما. فترة حتى اللافا بقت شفت؟ شو هذا اللافا بتلج رجليك؟ بتلجها؟ ولك الكود تعتهم سباجيتي صار شو اللعبة القوانين الفيزياء اللي اخترعت عندنا؟ اوكي هاي كوميتو صارت يعني اكتر مدينة غبية سابوها يعني ليش مش عارف؟ جد ما لهم داعي